السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين. ورشة اليوم ستتحدث عن كيفية الإعداد وأيضا كيفية اجتياز مناقشة خطة البحث أو المناقشة النهائية أو في بعض الجامعات البريفايفا. على العموم سنركز على أشياء كثيرة، الأشياء التي يجب أن تعدها مسبقا، وبعض التقنيات والأنشطة التي يجب أن تقومها مسبقا قبل الجلوس للمناقشة. وسنتكلم عن بعض النقاط أو بعض المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب أو المقدم أو المدافع عن خطته أو عن رسالته خلال الجلسة. وأيضا سنتحدث عن أدبيات معينة يجب أن يتحلى بها حتى يجتاز ويتعامل أيضا مع المختبرين. وأخيرا سنتحدث عن كيفية التعامل مع أسئلة المختبرين وغيره من الملاحظات بالنسبة للحاضرين. قبل أن نخوض ونتكلم كثيرا، دعوني فقط أشير إلى شيء، وهو أهمية هذه الجلسة أو أهمية هذه المناقشة بالنسبة لخطة البحث. فهي مهمة جدا، لأنه في الأغلب إذا تم الموافقة على خطة البحث سيكون الطالب كأنه تم إعطاه الضوء الأخضر للبدء بجمع البيانات وأيضا التحليل ومن بعده المناقشة. ولا يستطيع الطالب أن يصل إلى تسليم خطته إلا باجتياز مناقشة خطة البحث. وهناك من المشاكل الكثيرة التي تحصل عندما يكون هناك مشكلة في خطة البحث أو مشكلة في نظام الجامعة، خاصة في بعض الجامعات هنا وفي الدول العربية، يعني لا يتم الاهتمام بموضوع خطة البحث ويتم اجتياز الطالب بسهولة، أو التركيز أو يكون المختبرين كلهم لخطة البحث من الداخليين، ولا يتم عرضها على خبراء خارجيين، مختبرين خارجيين. ولكن هذا اعتقادي بالنسبة للجامعات الماليزية خاصة الحكومية لا يتم، لأنه أغلب الجامعات الحكومية قد أجزم أنها كلها يلتزمون بوجود مختبر خارجي لخطة البحث، خاصة في الدكتوراه، لأنه يعتبر أنهم أقروا الطالب أو الباحث على أقروا عنوانه أولا، وأقروا أن خطة أن المنهجية المتبعة جيدة ويمكن أن يواصل فيها. في الأغلب يعطى الطالب في نتيجتها إما تعديلات طفيفة أو ميجر، لا يتم الرفض. وأهميتها أيضا نقطة أخيرة في أنها تثبت عنوان الباحث في University Library Data في أو الداتابيس للجامعات الماليزية والعالمية. عندما يتم إقرار البحث يتم إدراج العنوان الباحث مع اسم الطالب. فإذا كان هناك طالب سيقوم بنفس البحث أو بنفس العنوان فلا يستطيع ذلك، ويعتبر بلوغاريزم أو نسميها الاقتباس الكبير، فيطلب من الباحث الذي قام الذي جاء بعدك ويريد أن يعمل نفس العنوان أن يقوم بتغيير في عنوان البحث. لذا يحرص الطالب على أن يقوم بخطة البحث في وقت مبكر، إما السمستر الثاني أو الثالث بالكثير. أما بالنسبة للمناقشة، مناقشة البحث النهائية، فهي أهم بكثير، لأنها تحدد قد تغير من نتيجة المختبرين، حيث أن المختبرين يسلمون التقارير قبل المناقشة بأسبوع أو بعض الأحيان بشهر قبل أن يحضروا للمناقشة. ولكن هناك ملاحظة دائما يضعها المختبرين، وهي أيضا من ضمن الـ University Senate
بروسيجرز أنه أو يعني من قرارات الجامعة الجامعات كاملة أنه أن القرار خاضع للأورال إكزامينيشن، خاضع للتقييم الأورال إكزامينيشن أو الاختبار الشفهي في المناقشة. فقد تتغير نتيجة المختبر من من التعديلات قليلة وصغيرة وطفيفة إلى تعديلات ميجر وإلى وقد تكون إلى الرفض، خاصة إذا تم اكتشاف أن الطالب ليس له علاقة بالبحث، فيتم إلغاء المناقشة تماما وقد يكون رفض ورسوب الطالب. أو العكس، في بعض الأحيان ومن واقع خبرة أنه أن بعض الأحيان تكون النتائج المكتوبة في التقارير تعديلات كبيرة ميجر ويتم تعديلها إلى ماينر بسبب أسلوب الطالب، أداء الطالب في المحاضرة، طريقة في عفوا في المناقشة وطريقته في الرد، وهذا يؤدي إلى جعل المختبرين يغيروا من رأيهم ويضعوا له ماينر. هناك أشياء كثيرة سنتحدث فيها، ولكن هذه هي النقاط الرئيسية التي سنناقشها. ولكن الشيء الرئيسي الذي أحببت فيه أن على الطالب أن يهتم كثيرا بالإعداد وأيضا بمناقشة البحث، فهي ليست شيء بسيط أو شيء ليس ذو أهمية، فالطالب قد تعب واجتهد على مدار رحلة الدراسة من كتابة وجمع البيانات وقراءة وتحليل وغير ذلك، ثم إلى التسليم، ثم ينتهي بمناقشة تستمر من ساعة إلى ساعتين، فيجب عليه أن يعطي الوقت الكافي وأيضا أن يهتم بذلك، لأنها تعتبر الخاتمة الجيدة التي يتوج بها الطالب أو الباحث عمله وجهده الكبير. نبدأ إن شاء الله. كما ذكرنا توقفنا عن ما أهمية مناقشة خطة البحث أو البحث النهائي. المناقشة مهمة جدا، ويترتب على نتائجها إيجابا أو سلبا بصورة كبيرة على مسيرة الباحث. بالنسبة لخطة البحث، قد يتطلب الطالب، قد يصل إلى رفض الخطة وأن يطلب من الطالب أن يعيد العمل كامل، لكن أيضا هناك درجات فيها، أنه ممكن ميجر تعديلات كبيرة ورفض وأيضا ماينر، ولا يوجد لا في الغالب أن يعطى بدون تعديلات. أوكي شباب، فعندنا أيضا ما نريد أيضا أن نتكلم عنه، ماذا يجب علينا أن نقوم به قبل المناقشة، وهذا الشيء يحتاج الشخص أن يتواصل مع مشرفه، يكون علاقة جيدة مع المشرف، لأن المشرف هو مفتاح العلاقة القبلية، لأن المشرف هو من سيختار لك المختبرين الداخليين والمختبرين الخارجيين، هو من يقترحهم. فإذا كان المشرف، إذا كان لديك علاقة جيدة مع المشرف، سيحرص المشرف أن يضع أسماء مقبولة، ليس بالشرط أن تكون مرنة أو هادية، ولكن نحرص على أنه، لأنه يجب أن نعترف أن هناك مختبرين متحاملين. المختبر المتحامل يأتي هدفه الرئيسي أن يخطئ الطالب أو يخطئ المختبر، فنحرص على أن المشرف يبتعد عن هذه الشخصيات. هذا واحد. النقطة الثانية، عندما يقترح المشرف الأسماء ويعطي الطالب، يقول له هذه أسماء المختبرين الذي اقترحتهم، لأنه مثلا يقترح 5 أسماء أو 6 أسماء، مركز الدراسات العليا يختار من هذه 6 الأسماء 2 أو 3 بحسب قرارهم الشخصي، قرار اللجنة السنت في مكتب الدراسات العليا. الطالب إذا عرف هذه الأسماء يستطيع أن يكون عنده أدفانتج أو عنده نقاط إيجابية من خلال أن يبحث
في الإنترنت ما هي أبحاث هؤلاء الدكاترة أو المختبرين، ويقوم بإضافتهم في رسالته وفي رسالته وأيضا في الريفرنس تبعه، فيكون من ضمن من رجع إليهم هو في دراسته، خاصة الأبحاث الحديثة. هذا سيساعدك بصورة كبيرة عندما يقرأ، تخيل أنه يقرأ في مشكلة الدراسة ويجد أن اسمه أو اسمها كمختبرة موجود كدليل على وجود المشكلة. لا يستطيع أن he cannot argue much، ما يستطيع أنه يعطيك hard time، لأنه أنت كأنك تقول له هذا كلامك. فهذا هذه النقطة يمكن أن تضعها في الحسبان أو تضعها في الحسبان حتى تقوم بها في قبل ما قبل الدورة أو ما قبل المناقشة. الآن دعونا ننتقل، هذه الملاحظة فقط التي قبل المناقشة، ماذا يجب أن نقوم به خلال المناقشة، ونعني خلال المناقشة في وقت المناقشة. وعندما نقول خلال المناقشة معناه ماذا يجب عليك أن تقوم به أنت كطالب في وقت المناقشة. سنتكلم ما هي المهارات التي تساعدك عليها، ما هي الأشياء التي يجب أن تعرضها، أيضا ما هي الأشياء التي يجب أن تفهمها، أيضا سنتكلم عن ما هو المحتوى الذي ستعرضه وكيفية العرض، وسنتكلم أخيرا عن من هم المختبرين وفي الأغلب وما وكيف يمكنك أن تجيب على أسئلتهم. وسنعطي في نهاية الوقت أو نهاية الدورة اليوم بعض الأشياء التي لا يجب أن تقولها والأشياء التي ستساعدك في اجتياز فترة المناقشة. كما ذكرنا الفايفا أو جلسة مناقشة الدفاع لخطة البحث هي مهمة جدا، وقد يتحول قرار المختبرين من ماينر أو من ما يسمى بتعديلات طفيفة إلى ريجكت. وعندي بعض القصص سأتكلم عنها لاحقا عندما نصل إلى الاتيتيود اوف ذا ستودنت أو أسلوب الطالب في الإجابة. أوكي؟ عندنا ثلاثة عناصر رئيسية في المناقشة للتسهيل: المختبرين، المحتوى، الطالب. نبدأ بالطالب، والطالب هو الأساس. الطالب هو الأساس. الطالب هو الأساس. يعني هذه الصورة معبرة نوعا ما، فيجب أن تكون متفائل في العرض أنت أولا ثم يأتي المحتوى. عندنا بعض التقنيات، هذه التقنيات أنا أخذتها من دورة سابقة قمت بها في فن العرض أو البابليك سبيكينج، فن الخطابة. أعطيها دائما في طلاب البكالوريوس في بداية كل سمستر، تساعدهم لأنه يكون لديهم برزنتيشن أسبوعي. فسأعطيكم بعض المهارات التي يجب أن تمارسها حاليا حتى تكون في خلال الدورة أو خلال المناقشة متمكن منها. طبعا لن أتطرق في التفصيل فيها، فقط سأمر عليها مرور سريع، ثم سنركز أكثر في المحتوى والمهارات المرتبطة بالمناقشة نفسها. نوع الصوت، يجب أن يكون صوتك هادئ مسموع. النطق والألفاظ، أو هذه من الأشياء الرئيسية، خاصة إذا كنت ستعرض باللغة الإنجليزية. هناك طلاب يعني من الأخطاء الشائعة أنه يحاول أن يقول كلمات يصعب عليه نطقها بسبب الثقافة، بسبب لغته الأصلية. مثلاً إحنا العرب عندنا صعوبة في نطق البي والبي، التفريق بين البي والبي، فيفضل أن تبتعد عن هذه. مثلاً من كلمات، مثلاً بدل أن تقول contemporary معناها جديد،
أو معاصر، ممكن أن تقول نيو. ابتعد عن الكلمات التي يصعب عليك النطق بها، هناك synonyms أسماء أو كلمات أخرى يمكن استخدامها، قم باستخدامها حتى تتجنب الـ irritation أو الـ نسميه الإزعاج الجانبي الذي ليس له فائدة. ثانيا أو ثالثا، تجنب الصوت الروتيني السطحي، وهو صوت القراءة في الأغلب عندما تقرأ من الشرائح وقال كذا 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 كذا، فهذا صوت سطحي. نحتاج أن يكون لديك تون انخفاض وارتفاع. مثلا سأعطيكم مثال، وقد قامت الدراسة الحالية، أو سأعطي مثال بالعربي وبالإنجليزي، وقد قامت الدراسة الحالية بعدة مراحل في مراحل جمع البيانات، أولا كذا، ثانيا كذا، فتغير روتينية الصوت حتى لا تشعرهم بالملل، والطريقة الوحيدة هي أن تمارس وأن تتوقف عن قراءة السلايدات أو الشرائح. أيضا تجنب التأتأة، هذه طبعا ليست بالسهولة بأن ابتعد عنها، ولكن من التقنيات التي يمكن أن تساعدك في الابتعاد عنها أو هو أن تجعل لك بين كل جملة وأخرى توقف بسيط، يعني اصمت، اجعل سوي سايلنت، يعني توقف ثم واصل. ثم عندنا غير طبقات الصوت، هذه تكلمنا عنها حسب الحاجة، ضع فواصل صوتية. أيضا احرص على اتصال العين مع جميع الحاضرين قدر الإمكان، وهذه من المهارات المهمة جدا، والتي من خلال خبرتي أرى أن الطالب يركز نظره إما على أحد المختبرين أو يركز على رئيس الجلسة الشيرمان، وفي أسوأ الحالات يركز على المشرف، يعني المشرف جالس قد يكون جالس بجانبه ويكون يعني أغلب وقته وهو متجه إلى مشرفه، وهي نوعا ما هروب من الخوف. الطالب يكون خائف من الوضع، فيحاول أن يخلق بيئة حميمية له في هذه الغرفة، ويسموها familiarity connection. فعلى الطالب أن يبتعد عن هذا، يحاول أن يوزع نظرات على الجميع، أن يكون professional smart احترافي في نظراته. يجب أيضا على الطالب تجنب النظرات الخاطئة، النظرات الخاطئة قد إما من غمز، أو بعض الأحيان قد الطالب يكون عنده، خاصة إحنا العرب عندنا مشكلة في أننا عندما نسأل سؤال نفتح عيوننا بصورة كبيرة، يعني staring، كأن إحنا نحن قصدنا أننا نريد أن نفهم، ولكن الآخر يفهم أننا معترضين، أو النظرة التي نعطيها لهم أننا معترضين على السؤال الذي سئلنا به، فنتجنب تلك النظرات. مارس أسلوب فنية النظرات، وهي عندما تسأل انظر أولا إلى الشخص، ثم تقوم بتدوين السؤال كتابة وتبتعد بنظرك إليه، وبعد أن تكتب السؤال تعيد السؤال للمشرف أو للمختبر، تقول do you mean، أو هل تقصد هذا كذا كذا كذا. وبهذه الصورة نتجنب النظرات الخاطئة خلال المناقشة، لأن النظرات الخاطئة مثلا هناك، خاصة الإخوة الماليزيين المشرفين أو المختبرين، إذا كانت امرأة ونظرت لها نظرة رجولية ومخيفة بهذا الشكل، قد تكون شديدة عليك في وضع الأسئلة، فتجنب الفهم الخاطئ الذي قد يؤثر على طريقة طرح الأسئلة والتحامل الذي سيلي ذلك. تجنب تأثير العيون المربكة، هذه طبعا أنا سأعطيكم مثال على هذا، لأنه في مرة من المرات
في أحد المناقشات كان المختبر الداخلي لديه قصة أو مشكلة حصلت مع الطالب نفسه. فكان المختبر، أنا كنت رئيس الجلسة، فلاحظت أن المختبر الداخلي ينظر نظرات استهزائية إلى الطالب، فكانت مربكة جداً. الطالب يعني كان يتعمد المختبر الداخلي أن يظهر للطالب أنه لا، أن عمله كله لا شيء وكذا، نظرات سخرية. فإذا وجد هذا الشيء كيف تتعامل معها؟ أن تتجاهل هذا الشخص، تجاهله كأنه غير موجود، خاصة في الفترة الأولى وهي فترة العرض وهي الفترة الأولية. الشكل الخارجي طبعا في المناقشة يجب أن يكون لبسك لبس رسمي وليس كاجوال، وتحرص، أنا رأيي يعني في أيضا في بعض الإخوة العرب يأتون بالزي الرسمي للمناقشة، لا بأس بذلك، لكن قد يكون له تأثيرات سلبية، قد يكون له تأثيرات سلبية خاصة عند الأشخاص العنصريين، عند المختبرين الذي لديهم مشاكل، مثلا حصل له مشكلة مثلا في دولة عربية، فعندما ينظر إليك جايب لللبس العربي أو كذا فيتأثر سلبا، وقد يكون شديد في تعامله معك بسبب لهذه الأسباب. فتجنب هذا الشيء، وحاول أن تكون باللبس المتعارف عليه، كن أنيقا، اجعل شكلك الخارجي يخدم العرض، تجنب الملابس التي تعطي تأثير سلبي على الحاضرين. أيضا بالنسبة لتعابير الجسم وحركات الجسد، حاول أن تحرك يديك، استخدم حركات يدك، استخدم تعابير وجهك، اجلس أو قف، لكن هذا طبعا الجلوس والوقوف خاضع لقرار رئيس الجلسة، في الأغلب هو الجلوس في أغلب المناقشات، خاصة في المناقشات النهائية، لكن إذا طلبت الإذن للجلوس للقيام وأذن لك يمكن أن تقف، لكن في بعض الحالات قد يمنع الطالب من الوقوف حتى يشعروا أن الطالب متمكن وليس في فصل. كن طبيعيا ولا تتصنع، خاصة حركات اليد، لأنه إذا كنت تتصنع فسيكون الحركات متصنعة. وأيضا خاصة بالنسبة للأخوة الطلاب، أنا مرة كنت شيرمان أو رئيس جلسة لمناقشة طالب من الدراسات الإسلامية، فكان وضعه أو طرحه كأنه خطبة جمعة في منبر. فتقريبا أنا الذي لاحظت من المختبرين أنهم استاءوا من الأسلوب، لأنه أسلوب تعالي، كأنه في منبر ويتكلم والبقية لازم يسمعوه. في الأغلب لن يعني يفضل أن تتكلم بسجيتك، تتكلم بسجية العارض للشيء الذي أنت مثلا تقوم بعملية تسويقية لمنتجك، لدراستك، لبحثك، يجب أن تكون لين، وأسلوبك أسلوب لطيف، ليس أسلوب محاضرات، إلقاء محاضرات على طلاب أقل منك. هؤلاء هم جاءوا ليختبروك، تذكر ذلك، هم هنا في هذه القاعة جاءوا لاختبارك ولتحديد ما إذا كنت تستحق أن تكون أن تكون دكتور أو أستاذ برسالتك في الماجستير، أو أن تواصل في خطة بحثك. كن مرن في مقاطعة الحاضرين والإجابة على أسئلة الحاضرين، لكن في أغلب الجلسات المناقشة لا يتم السؤال خلال 20 دقيقة أو 25 دقيقة الأولى التي تعطى للطالب لطرح أو للعرض المبسط عن رسالته، لكن في بعض الحالات يقوم المختبر، خاصة المختبر
إذا كان غير مقتنع بفكرة معينة قد يوقفك ويطلب منك يسألك في فكرة معينة. فلذلك لا دوم بي بانيك، يعني لا تتوتر، قف خذ نفس واجب وثم اطلب السماح لك بالمواصلة. بهذا نكون قد انتهينا من الطالب، ماذا يجب على الطالب، وذكرنا هنا الأشياء الرئيسية التي على الطالب أن يقوم بها من مهارات في خلال الكلام. الآن سنتكلم عن الأشياء التي ستفيد الطالب بأن يعرفها عن المختبرين. سنركز على المختبرين، من هم المختبرين والحاضرين. أولاً المختبرين هم أو الحاضرين هما مدير الجلسة في الأغلب، في كل الجلسات لازم يكون هناك مدير جلسة، أيضاً لازم يكون هناك مختبر أو مختبرين داخليين حسب قرارات أو أنظمة الجامعة. المختبر أو مختبرين خارجيين، بعض الجامعات يكون 3 مختبرين خارجيين، في بعض الجامعات يكون سكرتير الجلسة، يكون أيضاً سيكون المشرف أو المشرفين، أيضاً سيكون هناك ممثل الكلية أو عميد الكلية إن وجد. ما يجب علينا أن نركز فيه أن هو من سيؤثر على القرارات هما الثلاثة الأولين، المختبر الداخلي والمختبر الخارجي ومدير الجلسة. مدير الجلسة يجب أن تبني علاقة سريعة معه. لماذا؟ لأن مدير الجلسة له تأثير إيجابي إذا كان مقتنع بأدائك، أو إذا كان طيب، أو رأى أنك يعني تستحق شيء، يمكن أن يخفف وطأة المختبرين، لأنه له الحق أن يوقف المختبر لأنه مدير الجلسة. حاول أن يكون مدير الجلسة في صفك. طبعاً الوقت ليس كبير، خاصة إذا لم تكن تعرفه من سابق، لكن في الأغلب سيكون من كلية غير كليتك. بروفيسور سيكون دكتور من كلية غير الكلية التي أنت تدرس. إذا كنت من كلية الشريعة والقانون فلن يكون من الكلية، سيكون من كلية أخرى. فلذلك في بداية الجلسة عندما تدخل اذهب وسلم، ألقي السلام عليه أو عليها، ابتسم، حاول أن تبني علاقة سريعة. They call it professional capturing. Professional capturing impression. أن تحصل بصورة احترافية على علاقة قوية مع شخص بصورة سريعة ومن أول نظرة. فهذه أو أول شيء. بالنسبة للمختبر، المختبرين الداخلين هم يعرفوك لأنهم مختبرين من الكلية التي أنت خرجت منها. فاحرص أن يكون لك علاقة جيدة مع جميع المشرفين أو جميع المحاضرين في الكلية. طبعاً بالنسبة للمختبرين الداخلين أنت تستطيع أن تتوقع منهم، لأنه إذا مثلاً أنت في تخصص مثلاً القانون الدولي أكيد سيكون المختبر في هذا المجال في نفس فستعرف من هم المختبرين الداخليين. المختبرين الخارجيين في الأغلب يكونوا من جامعات داخلية محلية، مثلاً إذا كنت من اليو بي ام سيكون من اليو ام أو غيرها، أو يكون من دولة أخرى، خاصة إذا كان المناقشة باللغة العربية فسيبحثون عن مختبر من مصر أو من دولة أخرى. بقية الأخوة، سكرتير الجلسة، في بعض الجامعات لا يوجد سكرتير الجلسة لكن في البعض يكون موجود، لا ليس له تأثير، هو مجرد يكتب الملاحظات. وبالنسبة للمشرفين دورهم يجب أن يكونوا صامتين، لا يجب أن يشاركوا بشيء. ممثل الكلية قد يسأل لأنه يعطى له المجال، في الكثير من الجامعات الحكومية ممثل الكلية يعطى له المجال في أن يضع بعض الأسئلة والتساؤلات، ولكن في الأغلب تكون أسئلة سطحية لأنه ليس المختبر ويقوم بقراءة سطحية للعنوان. وقد يسأل في موضوع الديزاين أو الفريمينج، طريقة
تصميم البحث إذا كنت كتبت المراجع حسب الجايد لاين للكتابة في الجامعة. أنت هذا يعني بعض الأحيان قد تكون بهذه الصورة على اليمين، قد تكون يكون جلسة الاختبار أو جلسة المناقشة بهذا الشكل. إذا كنت ضعيف يعني وأعطيتهم المجال في أنه يشعروا أنك تحتاج إلى شخص يوقفك، لكن سنتكلم كيف يمكن الأوفركم those issues. طبعا في بعض الجلسات في بعض الجامعات يكون رئيس الجلسة هو من يسجل الملاحظات، ولكن ليس في جميع الجامعات. عندنا مثلا في USIM OSIM رئيس الجلسة هو من يدير الجلسة، ومن يسجل الملاحظات هو سكرتير، يكون يجلس في الصف الثاني ليس من ضمن الصف الأول. نريد أن نعرف هذه الأشياء، ما هو هدف الحاضرين أو ما هو هدف الحاضرين الموجودين؟ وعندما نقول حاضرين نقول المشرف، المختبرين، رئيس الجلسة، وعميد أو ممثل الكلية. بالنسبة لرئيس الجلسة هدفه أنه يتم إنهاء الجلسة وتنظيمها بصورة سلسة. فإذا كان في اختلاف مثلا بين اثنين مختبرين قد يحاول أن ينظم طريقة وضع الأسئلة وأيضا طريقة تقييم بعض الأسئلة للطالب. كما ذكرت سابقا إذا كان المشرف أو رئيس الجلسة في صفك فسيكون له تأثير إيجابي كبير على مجريات المناقشة. الحاضر الثاني هو المختبرين. المختبر يجب أن نفهم أنه قد قرأ كل ما كتبته، كتب رسالة، قرأ رسالتك كاملة أو خطة البحث، فهو جاء وعنده قائمة من الأسئلة. هذه الأسئلة إما نابعة عن شكوك أو نابعة عن تساؤلات هل فعلا أنت قمت بهذا العمل، أو عن أخطاء أنت قمت بها في منهجية أو عيوب في دراستك، وسيسألك وسيعطيك ملاحظة عليه. سنتكلم عن هذه النوعية. إذا كانت أسئلة عادية من كيف قمت بهذا، فتجيب عليها بسهولة وإن شاء الله تستطيع الإجابة عليها. سنتكلم عن ما هي التقنيات الإجابة الجيدة. لكن إذا كانت شكوك مثلا، قال أحد المختبرين مثلا، يقول لك أنه الدراسات السابقة literature review لم تغطي جميع الدراسات المرتبطة بصورة مباشرة بدراستك الحالية، في هذه الحالة يجب أن يكون ردك رد دبلوماسي. إن شاء الله دكتور، إذا كان بالعربي، إن شاء الله دكتور أو بروف، أنا سوف أحاول أن أخذ بهذه الملاحظة وسأدخل جميع الدراسات التي أشرتم إليها الآن. من المشاكل التي أحد الطلاب من الأخوة عربي، أخ عربي، قال، أجاب على أحد الأسئلة، قال لا لا لا، أنا متأكد أنني غطيت جميع الدراسات الموجودة ذات العلاقة. فكان المشرف بعد أو المختبر بعدها نار، يعني أسئلة قوية جدا وعنيف على الطالب ويتحداه، بل أنه كان يبحث، أخذ تقريبا ساعتين كان يبحث في الأوراق في نفس اللحظة. فسنتكلم عن طريقة الإجابة، لكن يجب أن نفهم متى نسأل، متى نجيب، ومتى نهز الرأس ونقول حاضر لأنه مجرد ملاحظة. يجب أن نفرق بين سؤال وبين ملاحظة. ملاحظة تقول إن شاء الله سنأخذها بعين الاعتبار، we will take it in the consideration and we will take I will take note and I will
ticket in my higher consideration. سأخذها في اعتباري عند التعديلات. هدفك يجب أن تفهم أن هدفك هنا هو اجتياز هذه المناقشة وليس التحدي وليس الانتصار الكلامي في المناقشة. إذا كنت يعني من ضمن القصص التي حصلت أنه أحد الطلاب كان مصر وهو للأسف الشديد يعني كان عمله ممتاز، يعني أنا اعتقادي أنه لا يستحق إلا ماينر إلا تعديلات طفيفة، ولكن بسبب العجرفة التي كان يتمثلها وأسلوبه في الرد أدت به إلى أن يعطى ريفايفا ويعود للمناقشة مرة ثانية بعد سنة، والسبب هو فقط أسلوبه في الرد، كان أسلوب متعجرف. أنا أعرف يبدو أن معلوماتكم خاطئة، يمكن مراجعة، أرجو أن تراجع بعض معلوماتك. يقول مختبره راجع معلوماتك، يعني الآن هو وضع نفسه في مكان يعني في شعر عندنا في الشعر العربي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. هو الحكم. أنت لازم عندما تدخل إلى المناقشة أن تعرف أنك هنا تريد أن ترضي الموجودين وتقنعهم وتسوق لعملك وتكون هادئ ولينين، طيب في التعامل، مؤدب في اختيار ألفاظك حتى تستطيع أن تجتاز هذه المرحلة. تذكر هي ساعتين أو أقل أو أكثر قد تحكم مصيرك، سنة كاملة إضافية في فترتك الدراسية فقط بسبب أنك تعاملت بأسلوب خاطئ في هذه اللحظات. أيضا ثقافة الحاضرين، يجب أن تركز أن نفهم أننا في كعرب مثلا، نحن في ماليزيا، الماليزيين لا يحبوا العدائية ورفع الصوت، يتكلمون بهدوء وكذا، فعندما يشعرون بشخص يحاول الحديث بصوت مرتفع فيشعرون بانزعاج. فمن ضمن الثقافات أيضا استخدام السبابة وتحريكها بهذا الصورة، هذه أيضا غير مقبولة في الثقافة الماليزية، فيجب علينا أن نفهم هذه الأشياء. ثقافة أيضا إذا كانت المشرفة أو المختبرة مرأة فيجب أن يكون عندنا تعامل لطيف في واهتمام ببعض المواضيع الثقافية أيضا. أيضا جيل الحاضرين generation، إذا كان المختبرين من الجيل القديم أو من الأخوة الذي فوق 40 أو 45 سنة، اعتقادي أنه يجب أن يكون عندك أسلوب في التعامل مع كبار السن، لأنه الآن يوصل إلى مرحلة يعتقد أنه كلامه لا يجب أن يتم نقاشه بصورة من صغار السن، خاصة إذا كان بروفيسور. إذا كان بروفيسور فيعني اعتقادي أنه 50 وما فوق، فيجب أن يكون عندك احترام عالي أو أسلوب عالي في الاحترام حتى تستطيع أن تتعامل مع هذا الجيل. هناك أيضا ملاحظة، يجب أن نركز فيما يريد أن يعرفه المختبرين في المناقشة وليس فيما نريد أن نعرض نحن. المختبرين كما ذكرت قبل قليل أنهم قد اطلعوا على الرسالة وقرأوها بصورة تفصيلية، فهم لا يريدون أن يقرأوا نقاط بصورة نمطية عما هو موجود في رسالتك. ما يريدونه هو أن تعرض هذه الأفكار أو هذه النتائج بصورة جاذبة، بصورة تلقائية، بصورة بأسلوب جاذب لهم حتى يشعرون أنه أوه والله هذا الشخص أو هذا الطالب متمكن، هو من قام بالعمل، فهذه الأشياء يجب أن تأخذها في الاعتبار. الآن اعتقادي أننا أنهينا المرحلة الثانية أو العنصر الثاني وهو المختبرين، لنذهب الآن إلى المحتوى. المحتوى سنقسمه إلى قسمين، قسم هو طريقة عرض المحتوى
أو تصميم الشرائح، والقسم الثاني هو المحتوى نفسه. تصميم الشرائح، خلي طبعا انا هذه الدوره ايضا اعملها دوره مستقله في موضوع تصميم الشرائح وايضا العرض، ف يعني الطالب عليه او المختبر عليه ان يعمل اشياء كرييتيف، اشياء جماليه، يحاول ان يخلط بين الالوان، لا يجعلها ابيض واسود، يعني ايضا يختار الالوان الفلوت، الالوان الانسيابيه، يختار نوع الخط، يختار الخط الكبير، لأنه أنت لا إحنا ما عندما تكتب خط صغير وكلام كثير، فمعنى ذلك أنك تطلب من الأخوة أن يقرأوا أو تقرأ لهم. هم لم يأتوا ليقرأوا من السلايدات أو من الشرائح، هم قد قرأوا كل ما هو موجود، فيجب أن تركز، أن تقلل الكلام المكتوب. وهذا الأسلوب مثلا، هذا الأسلوب خطأ جدا، please don't do it، لا تستخدم هذا الأسلوب، اختصر ما تكتب في الشرائح، لا تجعل الشريحة مخطوطة، تقرأها أنت أو الحاضرين، اكتب أقل وتكلم أكثر، وما أجمل أن تتكلم بلغتك، لغتك أنت. يعني عندما تضع مثلا رقم، أنا سأعطي مثال، عندما يكون عندك أكثر من نقطة مثلا في هذا الفكرة، أكثر من نقطة ضعها في أكثر من شريحة. مثلا هنا عندي مثال، هذه النسبة 51% من الطلاب يغادرون الجامعات بسبب ضعف الدعم. لماذا لا تكتب الطريقة الأخرى لعرض هذه الفكرة؟ هذه تكتب 51% ثم تنطلق بانسيابية بكلام أنه 51% من الطلاب يغادرون أو يتركون الدراسة بسبب قلة الدعم الفعال. يعني هي كلمات تحفظها أو جمل تحفظها تعطي الحاضرين أنك فاهم، هو لا يستطيع أن لا يفهم معنى 51، لذلك سيضطر إلى أن يعطيك جل اهتمامه وانتباهه، وأنت من ستتحكم بالفكرة التي ستصله، لذلك يجب أن تركز فيها. الصورة واحدة تساوي 1000 كلمة، يعني ممكن أن تضع صور، ولكن في المناقشة أو في الفايفا يجب أن تلتزم بالحرفية وتقلل من الصور قدر الإمكان. يمكن أن تضع صورة مثلاً هو أفضل أن لا نستخدم صور، ولكن نستخدم مور نسميها حاجة إنفوغرافيك أو المعلومات البيانية، وسنتكلم عنها بعد قليل. في المناقشة يجب أن تعرف أن الجميع جاء ليسمعك لا ليقرأ الشرائح. هذه المعلومات الإنفوغرافيك الذي تكلمت عليها، أنه تضع المعلومات بدل أن تكتبها كتابة، تضعها بصورة رقمية أو بصورة صور. مثلا إذا كان عندك مثلا نتائج عن الطلاب الذي يعملون النسخ، تقول تضع هذه الصورة مثلا، هي تحتاج جهد نوعا ما الترتيب والصياغة، ولكن لها تأثير جيد على الحاضرين، وستعطيهم انطباع ممتاز جدا عن الطالب، لأن الطالب متمكن ومسيطر على نتائجه وعلى بحثه. مثل هذا أيضا مثال. إذن الآن دعونا نتكلم عن المحتوى وتنسيقه. الآن بعد قبل قليل أنهينا موضوع التصميم، الآن المحتوى يجب أن يكون واضح، بسيط، مرتب، وتدريجي ومتناسق. يعني مثلا لما نقول واضح، يعني الفكرة واضحة، ما يحتاج واحد يشرح لهم الفكرة الذي وضعتها في الشرائح. يجب الفكرة أيضا أن تكون بسيطة، أن تكون متدرجة ومرتبة، يعني تبدأ من إذا كان عندك مثلا ستعرض فكرة معينة بالنتائج، تعرض من الأسهل إلى الأكثر complexity. إذا كان عندك مثلا تحليلات إحصائية، تبدأ بالdescriptive أو التحاليل الوصفية، ثم التحاليل
السابقة، ثم تنتهي بالتحاليل، التحاليل تيست اوف هايبوثيسيس او نسميها الانحدار الخطي بالعربي او الريجريشن اناليسيس. هذه يجب ان ناخذها بعين الاعتبار. يجب ان يكون هناك تناسق. الان دعونا نتكلم بصوره تقنيه، ماذا تعرض في الشرائح؟ ما هو المحتوى الرئيسي الذي يجب ان تعرضه في شرائح العرض؟ طبعا هنا انا قسمت خطة البحث والأطروحة أو الرسالة. إذا كانت خطة البحث فالمحتوى يجب أن يكون عندك صفحة للعنوان، مقدمة، يجب أن يكون لديك مشكلة البحث، ملخص لأهم الدراسات السابقة والفجوة الأدبية، منهجية البحث والنتائج المتوقعة والاستهامات المتوقعة. وضعت هنا، لو لاحظت، وضعت هنا مشكلة البحث بخط كبير، وأنه يجب عليك أن تركز على مشكلة البحث في العرض. وبالنسبة لملخص لأهم الدراسات السابقة، تضع ملخص بسيط، ممكن أن تضع جدول، ولكن في بالنسبة لي أنا، بالنسبة لطلابي الذي قاموا بعرض خططهم، لا أطلب منهم أن يقوموا بالتركيز على ذلك، فقط أن يضعوا أرقام إحصائيات. قمنا بمراجعة أكثر من 30 أو 50 دراسة، ومن ضمن الدراسات هذه قسمناها بهذه العناوين. كانت مثلا، إذا كانت الدراسة قائمة على ماليزيا، أطلب منهم أن يركزوا على عدد الدراسات الذي في ماليزيا، وثم يركزوا بالتفصيل على الفجوة الأدبية وما الاختلاف أو الكريتيكال ريفيو اوف ذا بريفيوس ستاديز. ثم منهجية الدراسة، وهي في اعتباري خاصة في ما في في خطة البحث مهمة جدا، أن يفصل الطالب فيها، أن يتكلم بالتفصيل ماذا سيقوم وكيف سيقوم بكل ما هي العينة وكيف سيتم اختيارها وغيره. وهنا عندما نتكلم، قد نتكلم عن المنهجية، يخطئ بعض الطلاب عندما، إذا خاصة إذا كانوا يقومون بأبحاث نوعية qualitative، فيقصدون أو يعتقدون أن المنهجية لا يجب أو لا ليست بالأهمية أن يتم الإشارة إليها بصورة كبيرة. حتى في الأبحاث يكون هناك تجنب لذكرها والتفصيل فيها، وهذا يعتبر خطأ، لأنه حتى من يقوم بمراجعة تاريخية لكتب معينة يجب عليه أن يضع تفصيل للمعيارية التي سيتبعها في مقارنة ومناقشة هذه الكتب أو تنقيح تلك الكتب. وأيضا مثل نفس المثال للذين سيقومون بالدراسات النوعية مثل المقابلات دراسات الحالة وغيرها، كلها يجب أن يتم التركيز على منهجية البحث. ثم النتائج المتوقعة، وهذه يمكن أن تضع النتائج المتوقعة من خلال الدراسات السابقة، من خلال الدراسات السابقة، وفي الأغلب يضع جدول خاصة في الجانب الإحصائي، يفترض أن يكون لدى الطالب توقعات معينة. في بعض الأحيان قد يطلب من الطالب أو المشرف، قد يطلب منه أن يضع خطة زمنية لما بعد المناقشة، مناقشة خطة البحث. مثلاً الشهرين الأولين سأقوم بتوزيع الاستبانات، بعد ذلك سأقوم بالتحليل، وبعد أحتاج إلى 3 أشهر للكتابة وغيره. أوكي. أما بالنسبة للرسالة أو الأطروحة، صفحة العنوان، وفي الأغلب يكون يجب أن يكون في عنوان في الصفحة الأولى اسم عنوان الرسالة واسم الطالب وأيضا اسم المشرفين، ويفضل أن يكون لوجو الجامعة موجود. اسم المشرفين يكون بخط أصغر، اسم الطالب هو الأكبر وغيره. المقدمة، لا، هناك من الأخطاء الشائعة أن الطالب
يقوم بكتابة مقدمة أكثر من سلايد، وهذا أيضا أنا أعتبره من ضمن الأخطاء الشائعة، أن المقدمة يجب أن لا تتجاوز شريحة واحدة يتم عرض فيها من نقطتين إلى 4 نقاط إلى 5 نقاط بالكثير. الاختصار قدر الإمكان، المشكلة هي الأساس، تضع في مشكلة البحث، وقد ذكرنا ونوهنا في الدورة السابقة، يمكن الرجوع إلى الفيديو الذي وضعناه في اليوتيوب عن مشكلة البحث وكيفية كتابتها. فتقوم بعرض أهم نقاط في مشكلة البحث، ثم بنفس الطريقة الفجوة الأدبية التركيز عليها، ثم منهجية البحث، النتائج، هنا وضعنا النتائج بصورة كبيرة وباللون الأحمر حتى يتم التركيز عليها، الخاتمة، ومحددات الدراسة والتوصيات، قائمة الأوراق البحثية المنشورة إن وجدت. سأتكلم أنا عن نقطتين، المنهجية، منهجية البحث بصورة تفصيلية، وسأتكلم عن النتائج أيضا وماهية النتائج التي سيتم عرضها بالتفصيل. بالنسبة للمنهجية، ماذا يتم العرض فيه؟ نقوم بوضع ما هي المنهجية المتبعة أو طبيعة المنهجية. كما ذكرنا، عندنا منهجية نوعية، عندنا منهجية كمية qualitative quantitative، يجب أن تضع تفصيل لهذا الشيء، يجب أن تضع أيضا تصميم البحث. بعض الجامعات يطلب منهم تصميم البحث، سأتكلم عن هذا بنوع من التفصيل. في بعض هنا لدينا مدرستين بحثيتين في مناهج البحث، المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الحديثة. المدرسة الكلاسيكية يطلب من الطالب أن يأتي بأشياء اسمها فلسفة البحث. ما هي فلسفة البحث؟ ما هي طبيعة البحث؟ ما هي الـ يسموها المعرفة البحثية التي سيضيفها أو سيتبعها الباحث؟ لكن في منهجية أو المدرسة الحديثة لمناهج البحث، ما هي فقط تحتاج أن تقوم تصميم البحث، ومجرد شكل، أو تضع بعض الأشياء، أنه كيف ربطت مشكلة البحث مع المنهجية التي ستقوم بها، وكيف ستجمع البيانات بصورة تفصيلية، ويمكن أن تضع ذلك بصورة بيانية. في بعض الجامعات يكون لديهم جدول، تمبلت، جدول يعني لوضع المنهجية وتفصيلاتها، ومثلا هل يقوم ببحث نوعي، هل يقوم ببحث كمي، فيقوم كأنه يقوم بالإجابة على بتعبئة فراغات، وهذا تسهيل للطالب، يمكن أن يقوم بأن يستخدمه، لكن يجب أن تتأكد أن الجامعة تقبله. مثلا إذا كنت في جامعة من والمشرف، وأيضا الجامعة تتبع المدرسة الكلاسيكية، وهذا في الأغلب الجامعات الحكومية في ماليزيا تتبع هذا المنهج، وأيضا الجامعات البريطانية، قد لا يقبلون موضوع الجدول، قد يطلب منك أن تقوم بنوع من التفصيل، ولكن في بعض الجامعات تقبل بذلك. يعني يجب أن تنظر إلى الطلاب السابقين كيف عرضوا خططهم، ويمكن أسهل طريقة أن تسأل المشرف أن يعطيك سلايدات أو ملف العرض لطالب حديث تخرج حديثا، ويفضل أن يكون في نفس المجال، يساعدك كثيرا. يعني قد تحتاج بعض التعديلات. مجتمع الدراسة والعينة، وعندما نقول مجتمع الدراسة والعينة، نحتاج أن نحدد نوع العينة، أن نحدد حجم العينة، وأيضا أنه نتكلم عن شيء اسمه وحدة العينة، لأنه من ضمن الأشياء التي يخطئ فيها الطالب، هي أخطاء شائعة في كتابة المنهجية البحث، فصل منهجية البحث، وليست في العرض، ولكن يمكن تلافي ذلك، لأنه بعض الطلاب يخطئون عندما يقول مثلا حجم العينة التي سأجمعها أنا هي سأوزع استبانات على مدراء الشركات مثلا الماليزية، وعندما يسأل ما هي كيف قمت بتوزيع الاستبانات، يقول أنا وزعت الاستبانات
10 استبانات لكل شركة. ففي هذه الحالة عينة العينة يسموها عينة أو وحدة العينة أو نسميها بالإنجليزي sampling unit. sampling unit هي ليس مدراء الشركات، ولكن هي الشركات نفسها، لأنه وزع على أساس الشركات ولم يوزع على أساس المدراء، ويفترض عليه أن يقوم باحتساب حجم العينة حسب أو أن يوزعها حسب عدد المدراء وليس حسب الشركات. وهناك طرق أسلم أنه تركز على عدد الأبعاد والمتغيرات الموجودة في الاستبانة، ثم تقول أنا وزعتها، يعني سوزع استبانة أو حجم عينة على أساس عدد العينة أو عدد الأبعاد في الاستبانة. ثم جمع البيانات، يجب أن تتكلم عن وسيلة جمع البيانات، إذا كانت استبانة، مقابلات، إذا كانت ستجمع بياناتك من تقارير دولية أو من تقارير شركات، أو ستجمع بياناتك من خلال الاطلاع على مثلا كتب تاريخية معينة، على قوانين، مقارنة قوانين، فكل هذه يجب أن توضحها، وهي يجب أن توضحها. إجراءات إجراء جمع البيانات، كيف ستقوم بجمعها؟ ستقوم مثلا استبانات، ستوزعها، سأوزع الاستبانات في مثلا أونلاين، سأقوم بعمل أونلاين سيرفي، وأيضا سأقوم بتوزيع في المرحلة الثانية، لأنه لم أستطع أن أحصل على العدد المناسب، قمت بتوزيع بصورة يدوية. يجب أن تشرح هذا بالتفصيل، ويفضل أن يكون أيضا في موجود أيضا عندك هنا في الشرائح. أيضا التحاليل الإحصائية المتبعة، إذا كنت متبع، إذا كان عندك مثلا، إذا كنت ستستخدم مثلا سمارت بي ال اس، أو ستستخدم برامج تحليلية مثل التحاليل المعروفة مثلا زي الايموس وغيره، فيجب أن يكون لديك فهم خاصة في خطة البحث، ما هي الأشياء التي يجب أن تدرجها في خطة البحث كتحاليل الإحصائية المتبعة. عندك سيكون تحاليل وصفية، وسيكون بعد ذلك بعد التحاليل الوصفية سيكون لديك تحاليل قبلية أو verification, discrimination analysis, discriminant analysis and convergent analysis، تحاليل الارتباط الداخلي والاتساق الداخلي، وتحاليل التباعد وغيرها. هذه التحاليل يجب أن تذكرها أنك قمت بها، وليس التفصيل. التفصيل سيكون لاحقاً في النتائج. قد يسأل سائل، أين نضع الفرضيات؟ أنا اعتقادي أن أنسب طريقة أنه لا يتم ذكرها قبل هذه المرحلة، تكون بعد ذكر المنهجية يتم ذكرها، ويتم الإشارة أن الفرضيات أو ما يسمى بالconceptual framework و conceptual framework و theoretical framework has been developed from the literature review، ومشكلة البحث، وأنه الإطار المفاهيمي والإطار النظري للدراسة ونظر الفرضيات الدراسة تم تطويرها من المنهجية من الدراسات السابقة، ويتم وضعها بالصورة التالية التي سأريكم الآن. يتم وضعها بهذا الشكل بصورة مفصلة، نسميها نموذج الدراسة، ويتم التفصيل فيها بصورة سهلة. أنا هذا طبعا أخذته من أحد طلابي الذي ناقشوه في رمضان، الحمد لله، قبل أسبوعين، وحصل على ماينر، الأخ من عمان، الدكتور أحمد الآن الحمد لله. فهذه الطريقة، يضع مثلا جودة أثر جودة الخدمة على رضاء العملاء، ثم يضع hypothesis 1، ويضع يقول الفرضية الأولى، وهي ويقولها حفظا أو بدون أن أنه كذا، الفرضية الأولى وهي يوجد تأثير لجودة الخدمة على رضاء العملاء.
في عمان، وثم يقول ولدي خمس فرضيات فرعية. هذه الخمس الفرضيات الفرعية هي كلها حسب أبعاد جودة الخدمة الملموسية والاعتمادية، و هي خمس أبعاد لا أستحضرها الآن. وأيضا ثم يذكر النظريات التي استخدمها، نظريات التبادل الاجتماعي ونظرية الأداء المؤسسي التي تم استخدامها في لإثبات النظرية، ثم يضع النظرية الثانية والنظرية الثالثة التي المرتبطة بالمتغيرات المتحكمة أو التفاعلية أو المودريشن إفكت. بهذه الصورة يكون قد عرض في صفحة واحدة أو شريحة واحدة عرض الكونسبتوال فريم ورك، كريتيكال فريم ورك، وناقش الفرضيات طبعا شفهيا يتكلم بالفرضيات ولا يحتاج أن يكتبها ويعني يزعج القارئين بقراءتها من جديد. الآن دعونا نتكلم عن بعض الأسئلة الشائعة في المناقشة. قد خاصة هذه الأسئلة، طبعا هذه الأسئلة تسأل في نهاية المحاضرة أو في نهاية المناقشة بعد أن تنهي 20 الدقيقة أو 25 دقيقة الخاصة بك. أنا سأجيب على الأسئلة أخوتي في نهاية السيشن، لأنه أفضل أن أركز في الحديث ثم سأتطرق لكل شيء. باختصار، ما هو بحثك؟ هذه من الأسئلة التي تعطى في بعض أو بعبارة مختصرة أو في دقيقة تحدث عن بحثك من المنهجية إلى النتائج. تكلم، ما هو بحثك خلال دقيقة؟ وهذه من الأشياء التي بعض الطلاب يصاب بالاندهاش، فيبدأ يقرأ من يرجع إلى قراءة عنوان الدراسة. لا، المفروض أنك تركز الآن في النموذج الدراسة أو في العناصر الرئيسية، المتغيرات الرئيسية لدراستك. تقول أنا قمت بدراسة جودة الخدمة وأثرها على رضاء العملاء، وأيضا أدخلت متغيرين تفاعليين كذا وكذا، وهذا يعتبر تجديد، وكانت النتائج كذا وكذا بصورة مختصرة. السؤال الثاني، ما هي المشكلة البحثية الرئيسية لبحثك؟ وهذا أنا أكاد أجزم أنه 100% في كل المناقشة أو جلسات المناقشة يتم سؤال طرح هذا السؤال، ما هي المشكلة؟ خاصة يتم طرح السؤال إذا فشل الطالب في كتابة مشكلة جيدة في البحث، فيتم مهاجمته لأنه المختبر غير مقتنع بطريقة الكتابة أو طريقة عرض المشكلة. لذلك الإجابة على هذا السؤال هو أن تركز على المشكلة كما ذكرنا أيضا في الدورة السابقة، أن تركز في موضوع شد الانتباه، الهوكينج ستيتمنت، أن تشد انتباه المستمع أو القارئ في أنه أهمية جودة الخدمة وأهمية ما تقدمه مثلا هذه الشركات، ولكن تعطيهم الكونفليكت ايديا أو الوضع الحالي الموجود وهو عدم رضا العملاء. السؤال الثالث، ما هي أوجه الاختلاف في بحثك بين بحثك والدراسات السابقة؟ هذه طبعا قد تسأل به بهذا الصورة أو قد تسأل به بطريقة ما هي أقرب دراسة من الدراسات السابقة إلى بحثك. ما هي what is the key article that to your study. في الأغلب يجب أن يكون في نفس البيئة، مثلا دراسة حصلت، إذا كانت دراستك على ماليزيا يجب أن تشير إلى دراسة في ماليزيا.
ركز انه يجب ان تكون، اذا ذكرت مثلا دراسه فلان او دراسه فلان وفلان، يجب ان تكون ملم بالدراستين. ولذلك ينصح انه قبل المناقشه ان تطلع على اهم الدراسات يسموها الكي ارتكلز او كي ريسيرش ريليتد تو يور ستدي. ولذلك ابتعد عن ان يكون بحثك الكي ارتكلز لها هي دراسات اطروحات رساله ماجستير ودكتوراه، لانه اذا قلت، خاصه من الخطأ ان تقول ان دراستي تعتبر شبيهه لدراسه فلان الذي قام بها رسالة ماجستير او دكتوراه، فهذا يعتبر من الاشياء الخاطئه، لانه سيتبادر الى الذهن انك قمت ب النسخ ولصق الدراسة. ولكن أن تكون دراسة منشورة في مجلات محكمة لا بأس، إنه في الأغلب البحث هو في 90% منه ريبليكيشن. كيف تصل بحثك بجملة واحدة؟ ما هي أهم الإسهامات لدراستك؟ لو قمت باستخدام نفس المنهجية في مكان آخر، هل ستحصل على نفس النتائج؟ هذا السؤال طبعا إذا أجبت نعم، اعتقادي أنه إجابة خاطئة، لكن الإجابة الصحيحة لهذا السؤال أنه تقول يختلف حسب البيئة التي سيتم تطبيقها. فإذا تم تطبيق مثلا دراستي أنا طبقت على دولة عربية مثلا نذكر اليمن، فإذا طبقنا الدراسة على دولة من الدول المحيطة والجورة على اليمن، فيتوقع أن تكون النتائج متقاربة. لكن إذا تم تطبيق نفس المنهجية على منطقة مثلا الدول الآسيوية، فيتوقع أن تكون النتائج مختلفة قليلا، خاصة في موضوع الرضا العملاء، وذلك لاختلاف كذا واختلاف الثقافة واختلاف، تظهر لهم أنك متمكن من الموضوع وليس نعم ولا. ما هي أوجه الاستفادة من نتائج بحثك للمجتمع؟ هذه من الأسئلة التي اعتقادي أنها أيضا تذكر بصورة كثيرة. يجب أن تذكر، أن تربط نتائجك بالمجتمع، مثلا رضا العملاء، جودة الخدمة، كيف ستربطها برضا العملاء وأثرها على الشراء والتسويق وكذا. هناك بعض الأسئلة التي نادرا ما تسأل، ماذا بعد دراستك الحالية؟ إذا سئلت في مثل هذا السؤال، سيكون السؤال الإجابة عليه أنه سأقوم بإجراء أبحاث مستقبلية مرتبطة بالبحث الحالي. طبعا هناك أسئلة أخرى مثل لماذا استخدمت هذه المنهجية؟ وهذه عندما تسأل لماذا، يجب أن تركز أنه إذا قال المختبر لماذا، معنى ذلك أنه يحتاج منك إجابة نعم، إجابة تفسيرية، explanation، شرح. فتقول أنا استخدمت هذه المنهجية لأنها تعتبر من المنهجية المناسبة والتي تم تطبيقها في الدراسات السابقة، وأنها أيضا من المنهجيات التي نظراً للأوضاع الموجودة الحالية مثلاً في اليمن، فيصعب أن نقوم بالمنهجية منهجية مثلاً المقابلات، فالاستبانة أكثر أمناً وأكثر وصولاً إلى العينة. لماذا استخدمت المنهج النوعي؟ فيجب أن يكون لديك ردود مناسبة، خاصة نسميه الجستيفيكيشن. الجستيفيكيشن مهم جداً، والتبرير، لأن كما ذكرنا أنه فصل المنهجية أصلاً هو قائم على توصيف لما ستقوم به وتبرير لما قمت به. فمثلا قد يكون مثلا أسئلة tricky questions، أنه مثلا يسألك لماذا حصلت على هذه النتيجة هنا، كيف تبرر أو كيف تفسر النتيجة السلبية في هذه الفترة. فيجب عليك أن يكون لديك رد لذلك. لا يمكن أن تقول يعني ممكن سأطلع عليه. هذه أشياء مهمة، يجب أن تفهم بحثك وتحليلاتك
والإحصاءات التي قمت بها. طبعاً إذا كان شخص سيء الحظ، أن يكون المختبر إحصائي، أحد المختبرين لديه خبرة إحصائية، ففي هذه الحالة سيكون أسئلته أيضاً سيتطرق إلى بعض الجوانب الإحصائية. ماذا يعني هذا الرقم؟ ماذا تعني هذه النسبة؟ هذه القيمة ماذا تعني؟ والويل ثم الويل إذا كان هناك خطأ أو تضارب أو تلاعب بالقيم حصلت. ويعني أذكر فيما أذكر أني كنت مختبر لأحد الطلاب وكان هناك تلاعب بالبيانات، فعندما سألت الطالب أخبرته هذه القيمة ماذا كيف تفسر هذه القيمة؟ قال هذه القيمة إيجابية وهذا تفسيرها كذا وكذا وكذا. أخبرته ولكن إحصائيا لا يجب أن تكون القيمة إيجابية، لأنه القيمة السابقة في التحاليل السابقة لنفس البعد سالبة. فيجب أن تكون متأكد مما تقوله في بحثك أو في نتائجك. بالنسبة لمجال الأسئلة سيطول فيها الحديث، لأنه كل كما أخبرتكم كل مختبر له أسلوبه في طرح الأسئلة. هناك من إذا كان المختبر بروفيسور أو كبير في السن فأسئلته في الأغلب ستكون متطرقة إلى الموضوع الفلسفي، إلى المنهجية، سيكثر من أسئلة في موضوع الإسهامات، فلسفة البحث، سيتكلم أيضا في الليترتشر جاب أو الدراسات السابقة والفجوة الأدبية. ولكن في إذا كان الباحث أو المختبر حديث أو جديد يكون لينين يعني في بعض الأحيان، ولكن احرص على أن لا تخلق أعداء خلال جلسة المناقشة. ما هي الأشياء؟ سنتكلم الآن عن ما هي الأدبيات التي يجب أن تقوم بها. أولاً عرف بنفسك باختصار رجاءً، لأنه في بعض الطلاب يضيع من وقته مثلاً 5 دقائق شكر وتقدير للمشرفين في البداية، وهذا ليس وقته لأنه لاحقاً سيعطى المجال للشكر. خاطب الحاضرين بلغة مؤدبة، مثلاً السيد، معالي، سعادة الدكتور، سعادة المشرف، سعادة المختبر، حضرتك. امتدح الجميع في القاعة، لأنها مهمة جدا والله شباب. هذه من الأشياء التي نفتقرها نحن العرب، لأنه من ضمن الأشياء التي يكون فيها تحامل علينا على الطلاب العرب في المناقشات هو أسلوبنا الفج والجاف في النقاش وفي طرح النقاش، خاصة باللغة الإنجليزية. إذا كان الطالب عربي ويتكلم باللغة الإنجليزية فهذه من ضمن الأشياء التي فيها مشاكل كبيرة، لأن الطالب لغته ضعيفة فيقول مثلا يقول you say that، هذه أسلوب جاه. عندما تتكلم مع رئيس الجلسة أو مع مختبر بأسلوب مباشر you أو كذا، لكن if you say professor you mention this if I'm not mistaken you mention this، يعني حاول أن تلتقط بعض الفريزز باللغة الإنجليزية أو الجمل المؤدبة واستخدامها في نهاية الجلسة، أو إذا أتيحت لك الفرصة اشكر المشرف، اشكر الكلية، اشكر الجامعة. احفظ أسماء المؤلفين للمراجع الرئيسية في بحثك كما ذكرنا. أيضا لا تحاول طلب المساعدة من مشرفك خلال المناقشة، وهذه من ضمن الأشياء التي واجهتها أنا كمشرف في أحد طلابي. كان تم طالب بعض الأسئلة فقام بالنظر إلي ويطلب مني كأنه حل للمشكلة، أجب عن بدلاً عني. فهذه أيضاً تشعر المختبرين أنه الطالب ما سوى شيء، أن الطالب مش فاهم إيش سوى. ف
فتجنب النظر إلى المشرف خلال وضع الأسئلة. حاول أن تخلق جو من التعاطف للحاضرين من خلال قصة قصيرة. يعني إذا سنحت لك الفرصة بي سمارت، خليك ذكي. مثلا إذا كنت مثلا في رمضان تناقش، قل والله نسأل من الله عز وجل، إذا كان باللغة العربية تذكر قصة أنه هذا رمضان أيام مباركة، نسأل من الله أن يكون أن تسير أمور المناقشة بسهولة. طبعا هذا في بداية المناقشة. أو تذكر قصة في مثلا في مرحلة توزيع البيانات، توزيع الاستبانة. أوكي، ماذا تحضر معك في المناقشة؟ احرص أن تحضر قلم وأوراق. يعني من الخطأ الشائع أنه الطالب يطلب من مشرفه أو من رئيس الجلسة أن يعطيه قلم، نسخة من خطة البحث أو الأطروحة. بعض الأحيان قد يطلب الممتحن البيانات أو نسخ من الاستبانات أو ملفات التحليل الإحصائية، خاصة إذا كان يشتم رائحة تلاعب بالبيانات. في هذه المرحلة حاول أن يكون لديك الملفات جاهزة، خاصة لأنه أغلب الطلاب، يعني في طلاب كثير في يقوم يطلب من شخص آخر يقوم بتحليل البيانات نيابة عنه، وهذا في اعتقادي أنه خطأ. ولكن إن حصل قم بالاحتفاظ بملفات التحاليل الإحصائية، ثم أيضا لو أمكن قم بأخذها وعرضها على خبير إحصائي آخر حتى يتأكد أن التحاليل مطابقة للبيانات أو ملف البيانات التي سلمتها له، للتأكد من أن الإجراء صحيح حتى لا تقع في شرك النهائي. والذي حصل، أنا بالنسبة لي واجهت مشكلة، أحد من الطلاب كنت أنا المختبر لديه طالب ماجستير، وكانت البيانات ليست صحيحة، ليست مرتبطة بالجداول، وتم إعطاء الطالب، ما تخيلوا، ماجستير وتم إعطائه سنة إضافية. يعني تم إضافة، هو أكمل سنتين ونص وتم إضافة سنة ونص للميجر كوركشن، وكنت كمختبر داخلي المختبر أو المشرف بعد المناقشة. فاستغرقت الطالبة سنة كاملة حتى تعيد التحليل كامل، لأنه كانت التحاليل خاطئة والبيانات غير مرتبطة بالتحاليل. أي وثائق متعلقة بجمع البيانات، مثلا إذا مثلا عندك وثيقة لتوزيع الاستبانات، عندك وثيقة أخرى للقيام بعمل بروف ريدينج للإنجليش أو للملاي، ممكن أن إذا قالوا أن التحليل أو العمل خطأ أو هناك أخطاء، قل إن شاء الله سأقوم بمراجعتها، ولكن أنا أرسلتها لجهة رسمية وهذا الدليل. أخطاء يقع فيها الطالب في المناقشة أو في الإجابة على الأسئلة، عدم التفاعل مع الحاضرين. يعني هناك من ضمن الأشياء، خاصة الطلاب الخجولين، نظري يجعله في مثلا على اللابتوب أو الشاشة ولا يتفاعل مع الحاضرين، فيشعر الحاضرين بعدم الارتياح. خاصة كما ذكرنا، نحن لسنا في نحن هنا لسنا في عرض للجماهير، نحن هنا في هذه المناقشة مناقشة خطة الطالب، وأنت الآن يجب أن تتفاعل مع الجميع، أنت الآن تعتبر king of the room، فلذلك يجب أن تتفاعل مع الجميع، تتلقى أسئلة، تتفاعل معهم، تعطيهم إجابات مناسبة. شرائح العرض، هذه أخطاء، شرائح العرض غير معدة جيدا، العرض غير مركز، أخطاء في الشرائح أو تعارض مع ما هو مكتوب في الخطة والأطروحة. هذه من ضمن المشاكل التي دائما الطالب يقع فيها، أنه مثلا في العرض يضع مثلا يقول أنا قمت بتوزيع استبانات، في ما هو مكتوب في المنهجية أنه وزع 370 استبانة، بينما في شاشة العرض
أو في الشرائح في المناقشة يكون التوزيع فقط على 200، أو بعض النقاش على 200. فهذا التعارض حاول تتجنبه بقدر الإمكان، وأكثر من يقع فيه هم الطلاب العرب للأسف الشديد. الكلام السريع أو البطيء، هناك بعض الأخوة من بالفطرة أو أسلوبه في الحديث سريع أو أسلوبه في الحديث بطيء، يحاول أن يتمرس على أن يكون متناسق، أو يأخذ يضع فراغات بين الحديث بين كل جملة وأخرى. أذكر في من ضمن النقاط أن أحد الطلاب الأخوة العرب كان يتحدث بصورة سريعة، عندما يجيب يجيب بصورة سريعة يضطر، فكان المشرف باللغة الإنجليزية يقول له توقف، تكلم word by word، تكلم كلمة بكلمة، أنا ما فهمت إجابتك. فكان يتكلم ويعيد، عندما يسرع يوقفوه ويطلبوا منه الإعادة. فهذا شيء يزعج الطالب ويزعج الحاضرين. حاول أن تتمرس على أسلوب إلقاء متزن بين السريع والبطيء. العرض طويل جدا، في بعض الطلاب يخطئ أن يضع أشياء كثيرة في الشرائح، قد تنتهي الفترة المحددة وهي من 20 إلى 25 دقيقة، والطالب لم يصل إلى النصف، وتحصل كثيرا. ولذلك تجنب عرض ما الكثير من المعلومات، لأن الحاضرين تذكر ذلك أنهم قد قرأوا جميع ما هو مكتوب في رسالتك. هم الآن جاءوا يسمعوك، يتأكدوا من أنك من قمت بهذا البحث، يستفسروا بعض الأشياء منك، فيجب أن يكون عرضك بريسايز، دقيق، مختصر، واضح. أن لا يكون أو لا يوجد تناسق في العرض، أن يقفز من مشكلة البحث يضعها هناك. في أحد المرات الطالب كتب أن وصل إلى المنهجية، بعد المنهجية ذكر مشكلة البحث، فهذا أيضا عدم التناسق. مشكلة اللغة هذه من ضمن المشاكل التي دائما الطلاب يواجهوها، ويعني لا نستطيع أن نحلها في فترة قصيرة، لكن الطريقة الأنسب والتي يمكن أن نستخدمها هو أن نمارس، أن نحفظ كل الكلمات، خاصة إذا كنا نتكلم اللغة نكتب باللغة الإنجليزية والعرض باللغة الإنجليزية. ف ما أولا اختر الكلمات التي يسهل عليك نطقها، اختر، قم بقراءة السلايدات وما هو مكتوب في العرض واحفظ، لا تقرأ أكثر من الممارسة. أنا أذكر في بالنسبة لرسالة الدكتوراه عندما ناقشتها، قمت بالعدد 31 مرة، سجلت العرض الذي قمت به، وحتى وصلت إلى مرحلة أني كنت أحفظ كل السلايدات. عندما دخلت الحمد لله كانت الأمور أسهل بكثير، وتجنبت الكثير من الانزعاج، لأنه أشياء كانت محفوظة ومقبولة الأسماء لدي. أخيرا الرتابة والملل، يعني وضع من المشاكل التي توضع، لأن يعني عندما تضع أشياء كثيرة وكذا كما ذكرنا، فتجنب ذلك بالاختصار، وضع أشكال اختصار الأفكار الرئيسية. هنا سنتطرق إلى أشياء يجب أن لا تقوم بها، خاصة في عندما تسأل، لا تقل المشرف قال لي أن أقوم بذلك، my supervisor asked me to do that. مثلا تسأل why you use this methodology, why you use this model to measure your hypothesis. إذا أجبت بهذا السؤال بأنه your supervisor told you أو المشرفي قال لي ذلك، فهذا يعتبر نقص في حقك كباحث. المشرف من اسمه هو مشرف وليس الطالب الباحث.
فأنت عندما يطلب منك المشرف شيء يجب أن تبحث عن الجستيفيكيشن ولماذا قال ذلك، ويكون إجابتك وفق ما هو موجود في الدراسات السابقة أو التبرير العلمي، لأن هذه هي الأنسب، لأن ما لماذا استخدمت مثلا هذا التحليل، لأنها حسب كتاب مثلا هاير كذا كذا أنه المنهج أول هذا التحليل هو الأنسب في المودريشن مودلز. لا من طبعا هذا أيضا خطأ شائع حتى الماليزيين يقعون فيه. في أحد الطلاب في كلية الهندسة أخطأ فيها بنفس الطريقة. المشرف قال لي أو the my supervisors asked me to follow this model. لا تجادل الممتحن قبل النقد وقبل النقد، لأن يعني الممتحن الآن عندما يقول لك مثلا لو وضع الممتحن فكرة وقال لا هذه الطريقة غير مناسبة، لا تقول لا مناسبة، هو بيده الآن في هذه الجلسة هو بيده أن يكتب فيلد راسب صح. حاول توضح وجهة نظرك بصورة مؤدبة، ولكن إذا مثلا أصر المختبر على شيء فأنت يعني غير لست مخير في هذه المرحلة، ولا يمكن أن تجادل كثيرا، فقط حاول تمتص غضب الشخص بأسلوب مناسب. أذكر من ضمن الأخوات الطالبات التي استطاعت بصورة ممتازة امتصاص نوعا ما غضب المختبر، المختبر جاء متحامل من البداية فقال لها المنهجية التي قمت بها أو طريقة جمع البيانات خاطئة، ليست مناسبة، لا تناسب هذه. فكانت إجابتها أنا أعترف بخطأي، قد يكون نقص في معرفتي، وأتمنى أن تساعدني في اقتراح كيف يمكن أن أتغلب على هذه المشكلة. فكان رد المختبر خلاص نقبل ما قمت بجمعه من البيانات، وفقط حاولي أن تشيري في فصل الخاتمة أن يمكن الحصول على نتائج أفضل باتباع الطريقة الأخرى. لا تجيب بنعم أو لا فقط. عندما يقول أنت استخدمت المنهجية التحليلية الوصفية تقول نعم استخدمتها ولأنها كذا كذا الأنسب لدراستي، يجب أن يكون عندك ديباجة، نعم ولا تعتبر كأنه استجواب. اعرف متى تقول لا أعرف، لأنه من ضمن الأشياء يعني تجنب أن تقول لا أعرف. I don't know it is a mistake especially if they ask you something about your research. لكن مثلا إذا تم سؤالك مثلا هل تعرف طرق أو تعرف مثلا أحدث دراسة قامت تعرف دراسة فلان الذي قام بها في السنة الحالية، يعني أفضل أنك لا تقول لا أعرف، تقول I'm sorry أو أعتذر أنا بقصور مني لم أطلع على هذه الدراسة، لكن أعدكم أن أطلع عليها وأدخلها من ضمن الدراسات السابقة في قبل التسليم النهائي. فتجنب قول لا أعرف، تقول لا أعرف في حالة أنه تم مجابتك بحقيقة معينة، ولا يجب عليك أن تقول لست متأكدا. إذا كنت لا تعرف الإجابة فقل لست متأكدا وليس لا أعرف، وتجنب أن تقول أنا متأكد. حتى لو كنت متأكد فإما أن تكون أنت خطأ أو تكون أنت صحيح أنت متأكد، ولكن المختبر له وجهة نظر أخرى، فتجنب الصدام والمجادلة. لا تطلب المساعدة خلال المناقشة من المشرف كما ذكرنا لاحقا. لا تكون مراوغا، خاصة يعني في حالة أنه
في طلاب مثلا يقوم، يعني هو عارف انه في خطأ كبير حصل من خلال التلاعب بالبيانات، او انه مثلا احد الطلاب لم يوزع الاستبانات، قام بتعبئة الاستبانات بصورة فردية بنفسه. ثم في المناقشة المختبر، احد المختبرين اكتشف، حاول الطالب ان يكون مراوغا، لا انا، لا انا متأكد، انا قمت بتوزيعها وانا كذا، يعني حاول ان تصمت، لانه خاصة اذا لديه دليل، اذا جاب لك دليل يعني واصبح الفاس في الراس، اصمت وانتظر حتى يعطيك يعني يعطيك حل، وحاول ان تعترف بخطئك وتجنب الصدام المباشر. المفتاح، المفاتيح الرئيسية التي سأتكلم فيها الآن وهي سنختم بها، كن متواضعا. التواضع أهم مفتاح للنجاح في المناقشة، النقاش، المناقشة. اعرف أنك طالب وهؤلاء مشرفين ودكاترة، صحيح أنه يجب أن يتعاملوا بإنسانية مع الطالب، ولكن أنت مستقبلك ومستقبل كتابتك، تعبك الذي قمت به السابق الكثير، وجهدك وسهرك كله متعلق بيدهم، فلذلك يجب عليك أن تكون متواضعاً، أو ولو كان من الصعب عليك ذلك مثل أنك متواضع. استخدم لغة مؤدبة، اسمح لي، أهلا، عفوا، شكرا على ملاحظتك، شكرا على سؤالك، إذا سمحت لي أن أجيب على هذا السؤال، إذا لم أكن مخطئا في فهم سؤالك يمكن أن أتكلم كذا، أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك. هذه الأشياء تخفف من وطأة الأشخاص الذي يختبروك. لا تكن متحمسا في الدفاع، don't be defensive. لا، التحمس ليس من صالحك في القاعة. أخيرا، هناك الكثير من الطلاب من يواجهون الخوف من الكلام والحديث، وذلك ينعكس على المناقشة ومناقشة خطة البحث. كيف نتغلب على ذلك كله، أو ما هي أسبابه؟ أولا، نقص الخبرة، نقص التحضير، عدم الحماسة، أو الحديث الطالب عن نفسه بنقاط ضعفه، والله أنا لغتي ضعيفة، أنا أسلوبي ضعيف، أنا كذا، فيبدأ يخلق اعتقاد وإيمان بضعف الطالب، بضعفه في ذلك. كيف نتغلب على الخوف في المناقشة؟ أن نبتسم ثم نبتسم ثم نبتسم. يعني عندما تضع بصورة متواضعة ومؤدبة تنشر الابتسامة في الحاضرين، أنا اعتقادي أنها ستعطي طابع جيد. عدم الجدية أو الإظهار الغضب خاصة في العينين، بعض الطلاب، أذكر واحد طالب كما ذكرت لكم، الطالب من ليس عربي، هو حصل على ريفايفا، يعني سنة كاملة إعادة مناقشة، بسبب أنه كان أولاً كان عدائي في إجاباته، وكان يكثر من كلمة أنا أعرف، I know من ضمن الكلمات التي ذكرها أنه أنا خبير في هذا الشيء، كان في اللغة الإنجليزية، I am expert in the translating language for more than 20 years. لا نهتم بكم لك خبير، لكن في بحثك أنت مخطئ وعندك أخطاء. وكما ذكرت لكم، كان هذا الطالب كان مستواه جيد والتحليل جيد، وكان يستحق فقط minor correction، تعديلات طفيفة، ولكن بسبب الأريجنت وأسلوبه المتعجرف حصل على إعادة لمدة سنة، إعادة مناقشة. حاول أن تصمت وتأخذ نفس عميق بين الفترة والأخرى. ختاماً، هناك بعض النقاط التي أحب أن أشير إليها.
لم نتطرق إليها بصورة كبيرة في البحث. أولا نقطة مرتبطة بالمحتوى. المحتوى كما ذكرنا أنه نبدأ بمقدمة أو بشريحة المقدمة وعنوان البحث، وثم مقدمة قصيرة عن البحث، ثم مشكلة البحث. وأغفلنا موضوع أنه يتم وضع الأهداف أو أسئلة البحث بعد مشكلة البحث، فهذه أيضا تأخذها في الاعتبار أنه يجب وضع أسئلة أو أهداف البحث في من ضمن المحتويات. طبعا كل تخصص يختلف، في بعض الجامعات أو بعض التخصصات العلمية يفضلون وضع أسئلة بحث، بعض الجامعات يفضلون الأهداف، خاصة التخصصات السوشيال ساينس، في بعض الجامعات يفضلوا يتم وضع الأهداف والأسئلة معا في العرض، كله حسب نظام الجامعة والرأي المشرف. النقطة الثانية هي مرتبطة بالوضع الحالي، وهو البنداميك أو جائحة كورونا. فوجد لدينا الآن موضوع الفايفا أونلاين، فإذا كانت عبر الأونلاين، فما نريد الإشارة إليه هنا نقطتين رئيسيتين. هو أولا أنها هناك إيجابيات وهناك سلبيات. الإيجابيات للفايفا أونلاين أن الطالب يكون أقل تخوف، وليس بصورة لا يوجد عندها الفيرنس أو القلق الموجود الذي يكون في قاعة المناقشة، لأنه في الأغلب سيكون في بيته وتحت ظروف تعتبر صديقة له. ف من يفضل أن الطالب يكون مستعد أولا مستعد من ناحية تقنية، أنه ما يكون الصوت جاهز. طبعا الجامعة في الأغلب تقوم بترايل أو اختبار لذلك، مثلا لجلسة قبل الجلسة للأمور التقنية، ولكن يجب على الطالب أن يتأكد من الأمور التقنية أيضا، من أن الصوت جيد وكذا، وتوصيل الانترنت وغيره، خاصة إذا كان في دولة مختلفة وبعيدة، لأنه في مثلا طالب قبل فترة تم مناقشته كان في ليبيا وأيضا في عمان، وكان هناك في ضعف في الانترنت في بعض الأوقات. الشيء الجيد أيضا أنه المشرف يستطيع أن يعدل أو يساعد الطالب في بعض الإجابات على إذا تم سؤال الطالب والطالب لم يستطع الإجابة، يستطيع المشرف إذا كان متعاون أن يرسل رسالة نصية للطالب دايركشن، أو تعطي بعض المؤشرات لطريقة الإجابة على الأسئلة. هذه أيضا من ضمن الإيجابيات التي إذا كانت الجلسة عادية لا يمكن أن يقوم بذلك. السلبية في الأونلاين هي أنه إذا كان أو النقطة الأولى أنه إذا كان في interruption أو ضعف في الإنترنت بصورة كبيرة، أو لم يستطيع خاصة رد الطالب لم يستطع الرد، يعني لم يحصل المشرفين المختبرين أو لم يقتنعوا بأسئلته لأنه كان ينطفئ الخط بصورة كثيرة، فقد يضطروا إلى إلغاء الجلسة. وهذا حصل في أحد الجلسات، أنه تم إلغاء الجلسة وإعادة وطلب من الطالب أن يكون جاهز في منطقة أخرى غير منطقته، لأنه كان تقريبا في قرية، فطلب منه أن يكون جاهز في ينتقل إلى مدينة بإنترنت جيد حتى يتم عمل الجلسة. وإلى الآن لم يحدد الجلسة، لم يتم تحديد موعد الجلسة، جلسة المناقشة الثانية. فهذا أيضا شيء لا نتمناه لأحد، أن يتم تأخير الجلسة. النقطة الثانية السلبية الثانية للأونلاين سيشن، أن هناك أريحية في للمختبرين في الأسئلة، أريحية بمعنى أو أن يأخذ وقته، أن كل مختبر يأخذ وقته.
في طرح الأسئلة والتمحيص والدخول في تفاصيل، وهذا بسبب أنه في بيته كمختبر، هو في بيته يضع مثلا خلال جلسة الجلسة الأولى قد يذهب لشرب الماء ويأخذ شيء ويرجع وكذا، ليس مرتبط بوقت معين. وإلى الآن هناك أكثر من 3 جلسات تم إجراءها أونلاين وحضرتها، كلها لا تقل عن 3 ساعات، بل إن أحد الطلاب 4 ساعات ونصف. فهذه قد تشكل ضغط على الطالب، ولكن يجب أن يكون جاهز لها، لأنه المختبرين كما ذكرت إذا كان 3 مختبرين وكل واحد في بيته، المختبر الأول يضع أسئلته، الآخر يأخذ راحته وكذا، لا وهكذا يكون بالتوالي. لكن إذا كانت الجلسة في الجلسات العادية، يحرص المشرفين على الالتزام بالوقت 4 ساعات، وعفوا بساعتين، ويكون الحرص نوعا ما على عدم تعدي الوقت المسموح به، لأنه في الأغلب لا يزيد عن 2 ساعة أو إلى 3 ساعات بالكثير. فهذه من ضمن السلبيات، لكن هذه حدث ووضع يجب أن نتعامل معه، وعلى الطالب أن يستفيد من إيجابياته قدر الإمكان ويخفف من السلبيات قدر الإمكان. هذه بعض الملاحظات، سنجيب على أسئلتكم إن شاء الله لاحقا. أتمنى أن تكونوا استفدتوا وأكون قد وفقت في إعطاء بعض المعلومات الجديدة والمفيدة التي ستفيدكم إن شاء الله. بهذا أختم جلستي وهذه الورشة، وأتمنى أن للجميع الصحة والعافية، ونراكم في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.